سلام لا فامي. المهم الاخوان هذا ماشي فلوق، ولكن جيت بنشرح واحد القضيه. بزاف ديال الانتقادات في لي كومونتير كيقول لك اسامه علاش كتكذب وعلاش كتحلف. هذاك لا فيديو الاخوان اول حاجه ماشي انا اللي مصوره، مصور غير شي دراري هما اللي لاحوا لي لا فيديو، وانا مونطيت داك الفيديو وحطيته في الباج عندي. واول حاجه داك الطوموبيل لقينا مولاه هو عبد السلام دخانه. لو كنت تعرف عبد السلام دخانه هو هذا عبد السلام دخانه اللي قدر يجر التران في مدينه اسفي في المرسى، ركب الغنجوات في دارو وجرهم. وثاني حاجه تخشوص فرنا لمده دقائق بزاف. وثالث حاجه جات عنده الدوزام وجات عنده الاولى، داروا معاه ريبورتاج عبد السلام دخانه. شفنا معاه بزاف ديال الحوايج وغيعرفوا الناس ديال اسفي. المهم اليوم ان شاء الله غنمشيو عند عبد السلام دخانه، هو اللي غيورينا شنو قصة ديال داك الطوموبيل اللي غادي كتسير كيلا في مدينه اسفي بوحدها. الاخوان ما كنامنش بهذيك الخرافات وما كنشجعكمش عليهم. المهم الاخوان انا ما صورتش فيديو، كصورت فيديو ما بان لي حتى شي واحد الطوموبيل، غنحلف وغنقول لكم شنو كاين. انا راه ما كنتش معاهم بعدا. المهم الاخوان بقاو معانا. السلام لا فامي، كي دايرين بخير؟ كنتمنى كلشي يكون بخير. اليوم معنا ضيف جديد ان شاء الله، معنا مول الطوموبيله اللي مشات بوحدها، الفيديو اللي دار ضجه في مواقع التواصل الاجتماعي. معنا السي عبد السلام. السي عبد السلام بخير؟ السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس؟ بخير صحه لاباس، الله يحفظكم. المغاربه كلكم تنحبكم ونموت عليكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. السي دخان عبد السلام من مدينه اسفي، بطل العالم في رياضه الخوارق. وعندي قبل تقريبا داكشي المواهب اللي كنت كندير كنت ما عارفين، ومرحبا بكم. بغينا نسولوك السي عبد السلام، الفيديو اللي دار ضجه، علاش الفيديو درتيه بالليل وما درتيش بالنهار؟ الصراحه درته بالليل، ماشي درته مع المغرب، من المغرب الفوق بالليل، انني باش ما يكون حتى واحد تابع هذاك ما يشوفه. ولكن راني عاودتها ملي ما تقوش بهذاك الشيء بالليل وسميتو، عاودتها بالنهار. مصور انت الفيديو بنهار؟ مصور الفيديو بنهار، وهذاك الفيديو بنهار لحو في القناه ديالك؟ في القناه ديالي. انا غادي نخلي لكم القناه ديالو الاخوان. مرحبا، راني درته في القناه ديالي، ودخل شوف القناه ديالي، ماشي زعما كان باغي ندير البوز ولا شي حاجه. انا المهم بغيت نعرفكم بانني هذاك الشيء راه حقيقي. انا ما كتهمنيش الدنيا، باغي الاخره، ما نكذبش عليك، واخا تكون طول رزقي، اقسم بالله العلي العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم، راه بنادم راه فيه طوب وحجر. كاين بنادم راه كاين اللي كيطيق وكاين اللي ما يطيقش. راني متفق معك، انا راني نقولها لك ونعاودها لكم بانني راني مستحمل، كنستحمل داك الشيء. بنادم راه كيقول لك كاين وكاين اللي كيقول لك ما كاينش. سمعنا انتقادات بزاف في ديك الجلده، قال لك ديك الجلده هي اللي فيها الجن. تورينا ديك الجلده سي عبد السلام؟ نوريها لك ديك الجلده. هازه معاك هنايا؟ هازه معايا. ولكن بلاتي غنوريها لك. انا ما ديك الجلده راه خدمت فيها انا خمس ايام، وانا خدام على داك الشيء باش نحطها، باش تكون هي بان. المهم كملوا من عندكم، المهم انتوما كملوا من عندكم داك الشيء، وراك انتوما عارفين ان سي دخانه راه عدو اسباقيه ديال السجن، وكيحبسوه ولقاوني برا وتكاداو بزاف بزاف، وشتو الفيديوهات ديالي وشتو الحقيقه. ولكن ملي نط انا درت لكم هذا الفيديو ومباشره بلا انا كدير غير واحد يصور داك الشيء، نادو تبعوه الماطر كلهم كيصوروا وديريكت، ماشي قطعوا الفيديو ولا شي حاجه، داروا ديريكت وشافوا داك الشيء مباشره. وانتم ما غتبغوش تيقوا، انا نقول لكم تيقوا ولا كاع تيقوا. ومن بعد ان شاء الله قسما بالله حتى ندير شي حاجه اللي طوب طوب طوب، ما تخموش والله 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 ما تخمو. انت الجديد ديال سي عبد السلام؟ قريبا غادي 17 يوم ديال التركيز ديالي وما نخرجش، ولكن ملي غادي نخرج غادي ندير شي حاجه. ما نكذبش عليك، اللي كيدير هو الله سبحانه وتعالى عز وجل، حنا غير سبب. ولكن نبين لكم الطاقه ديالي، الطاقه الى طاقه الله سبحانه وتعالى عز وجل، راه الله سبحانه وتعالى كن فيكن، ان الله غفور رحيم. الصراحه لا اله الا الله محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام. المهم انا غادي نوريكم الجلده. ورينا الجلده السي عبد السلام. او السي عبد السلام بينا نشوف واش هذا الجلد اللي كان فيه الجلده واش عند البيرمي ولا ما عندوش؟ لا لا ماني ما هذاك الكذا، لقينا هاد الاسئله. هذا قال لك هاد الجن هذا واش عنده البيرمي ولا ما عندوش؟ اسمح لي، البيرمي عندي انايا، هو الجن يكون عنده بيرمي ولا ما بيرمي؟ السر ديالي غنقولها لكم، ما يمكنش السر ديالي ما نقدرش نقولها لكم. ولا قلتها لكم راه صافي، خرجت تبقى عندي حتى نموت ولا الله اعلم سميتو، عايش بها. المهم الحمد لله مع الناس، مزيان مع الناس، ما كنتعداش، ما كنت كندير الخير، ولدار الله هي اللي كاينه. ولد الاصل وسولوا عليا ولاد البلاد كلهم، ولاد اسفي
انا كنموت على ولاد البلاد ولاد اسي والمغاربه كلهم وعاش الملك الله ينصر سيدنا سي عبد السلام. ما فهمناش حنا السينيال الطوموبيله كدير السينيال بوحدها الطير دير السينيال وديك سميتو غندير داكشي كثار منها ماشي عن السينيال انا واقيلا غندير لها رجلين واقيلا بحال والو بحال والو غندير لها رجلين غتشوفوها تولي تمشى بحال بحال غتمشى برجليها هكا ولكن بنادم تيقول لك شناهو واش السحر ولا يفلح الساحر حيث اتى. ورينا سي عبد السلام الجلده دابا ورينا الجلده انا غادي نجيبها لك دابا تو سويت وبنادم خصو يعرف كيفاش تيدي. ها الجلده ها الجلده الجلده غتدخلها بغا تبان شي عباد الله واش هاد الجلده واش هاد الجلده دير الجلد ودير دير الزبل ما باينش ها الجلده ها الجلده ها الجلده ما باينش مسكين مسكين ما باينش وليت انا رسوم متحركه انا شوف وقال لك دير شي دري صغير في الكوسان بزاف ديال لي كوموندور قايلين هنا قال لك دير شي دري صغير الله الله يحفظك الله يحفظك اخويا الله يحفظك لا راسك من اللور دير فولو قال لك اللور انا ما كاين الدوار الله يحفظك شكرا بارك الله فيك وخلي بلادنا اللي بغى يقول شي حاجه يقول شنقول ليه هنايا 100% الجديد هاد الايامات وجديد طوب الاخ ما سجلوا 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 وانتم ولاد البلاد كتعرفوني مزيان انا شوف اللي بغى يقول شي حاجه يقولها وانا غندير داكشي امام الملك وتكون قدامي الصحابه الكبار كسميتو ويعرفوا بان هذا دخانه اش كيسوى ولاد اسي كنحبكم ونموت عليكم شكرا بارك الله فيكم بارك الله فيك واش نقول لك مرحبا هذا سميتو من غادي نديرو ولي الدبانه غادي غادي انت كي غادي تدخل وكي عقول لي كي غادي تدخل وكي غادي سميتو على ما غنبانش ما هذا الراس ديالي هذا الراس ديالي ما غادي يبانش قداش انا هوايا الراس قد القراده عاد شوف عقول لي عقول لي ومن يرجع اللور من يرجع اللور باش انت شو من غنرجع اللور هات رجع اللور هات ملي غنرجع اللور امي غتخشاني غادي غادي نسوق به باش ما نسوق راسي قداش انا هو هنايا وانا حتى انا بنادم ما غادي يبانش هاد الشيء هات الفيتاس غندوز بروميان ودوزيام بي باش غندوزو بالحصى بنادم تيبقى يدير شوف ما بين الحق والباطل اربعة اصبع غادي نديرها امام الملك ان شاء الله سخفتوني والله الا سخفتوني ان بنادم راه علاش انا تنقولها لكم ونعاودها لكم قسما بالله العلي العظيم لا هذا شيء حقيقي قسما بالله اقسم بالله العلي العظيم الله حسن مني حسن منك لا هذا شيء حقيقي فهمتي هذا الشيء راه عاشق ليا عليها وبغي نديرها مال داك الشيء اللي قدام اللي غندير داك الشيء الا طول الله العمر والله حتى نفرجكم وتشوفوا دخان اش كيسوى ولد اسي كنشرف بلادي احسن بلادي عندي يا اسي ولكن مغربنا كله جنه وعاش الملك الله ينصر سيدنا الاواخر ديالك السي عبد السلام قول لهم الاواخر الاخر ديالك امتى ان شاء الله التحدي الاخر ديالك شنو هو التحدي انا خصني نتركز خصني نصوم عليها خصني نصوم عليها باش نبين لهم انني راه بنادم راه ما يتيخش وراه شو حنا شو غنقول عليكم هذا التحدي عبد السلام ديال الاخر شحال خدمت عليه شحال خدمت عليه خمس ايام كان بقى ليا نص نهار وكنت غادي نستسلم خمس ايام وانا بدون ماكله كناكل طبعا ما سميتو باش نبين لكم هذا الشيء فهمتي كانت بقى ليا عير مع شي ست سوايع ملي ضرني تهلكت بالك سميتو بالتركيز داك سميتو حتى نهاريت وقلت انا هذا نص نهار ملي جات هذيك الاخر في الاخر عطاني داك الشيء وكملت كون بقات عن سنار كره ما درتش كره ما بعد حماري كي قالت مين ما نديرش ولكن الله سبحانه وتعالى جزاني اللهم لك الحمد ربي كبير انا ما صعبش من الاواخر ان شاء الله الى انا تنقول ان شاء الله الى كمل الله
باذن الله والنعمه بالله وقسما بالله اللي قسم الجمع حتى نوريكم السيد خانه علاش قادر القدره ديال الله سبحانه وتعالى انها سبب، ولكن غندير لكم شي حاجه فوق الطب اللي غتبقى الدماغ ما غادي تخيلهاش. انا داكشي اللي اتفقت مع داكشي داكشي باش غادي نديره راه الدماغ ما غادي يستحملهاش، وغندوخكم الدوخ غدوخ بداكشي اللي كاين. هادشي راه ساهل عندي انتوما شي شويه الله يرضي عليكم غير شجعوني وتعاونوا معايا، ماشي تعاونوا معايا بانك غتبارطاجي ليا سميتو، لا غتعاونوا معايا بكلمه زوينه وغتشوفوا داكشي حلوه. داك السينيال كي كيدير تاكي خدام السينيال وما كاين حتى شي. انا داكشي اللي تلقته دبر راسو يدير السينيال ولا يدير اللي عجبو خليته. قلت لي انا بقيت في بلاصتي حتى رجع عندي، المهم طلع لي داكشي. رجع عندك حتى للدار؟ لا مشيت للدار حتى لاريب اللي في شنقيط، بقيت تمايا جالس مشى من المغرب حتى العشاء، ونهار الاخر درته بنهار باش يشوفوا مع جيت الربعة سميتو باش يشوفوا الناس بان بنهار. سي عبد السلام الطوموبيله تبيعها ولا لا؟ بالنسبه لي لا عطاك فيها شي ثمن خيالي تبيعها سي عبد السلام هذه؟ لا ما نبيعهاش تبقى تحفه عندي. ها؟ تبقى تحفه عندي. بي ام شنو الموديل هذه عبد السلام؟ 2002 هو الموتور ديال اكس 5. اه زعما بي ام عمرها دار. عمرها دار وجربت انا مرسيدس حتى هي كذلك، هي الطوموبيل اللي كتوصلك لعمرها دار، ولكن بي ام هي امهم كذب عليك. خلاص هاد القهوة دابا ما تبيعهاش السي عبد السلام؟ ما نبيعهاش والو، واخا يعطيك فيها أي ثمن؟ واخا يعطيك فيها أي ثمن.